قرابة 120 ألف مصل تمكنوا من أداء صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك. فكبروا وهللوا غير آبهين بجنود الاحتلال وإجراءاتهم في البلدة القديمة ومحيط المدينة المقدسة. أما في مدن الضفة الغربية أدى الفلسطينيون صلاة العيد بالرغم من وجود الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، في الوقت الذي يوجد فيه شوارع مغلقة يمنع دخولها. نرى هذه الممارسات، لكن نقول للاحتلال أن الاحتلال إلى زوال. نحن أصحاب الحق، أصحاب الأرض، باكون ومتجذرون بهذه الأرض أكثر مما يتصور هذا الاحتلال بكثير. ويمارس الفلسطينيون عاداتهم وتقاليدهم في عيد الفطر السعيد بزيارة مقابر الشهداء ومعايدة النساء والأطفال الذين جهزوا ملابس العيد، إذ أن الابتسامة لم تفارق محياهم. بنصلي صلاة العيد، بعدين خطبة العيد، وبما ماخذين أطفالنا والشباب والدين، ومن هون بنتوقع على الله، بنروح على الدار بنفطر وبنفر على كل الحبايب والأصحاب والجيران يعني بنسلم على الجميع. في العيد الناس برضه بتكون فرحانة وبتحب تزور بعضها وبيجمعوا العائلة فيها، وأنت كمان بتكيف عشان بتاخذ نصاري من عمامك ومن عماتك. وتعيش عائلات الشهداء والأسرى أجواء مختلفة في أيام العيد، يستذكرون فيها أبناءهم المحتجزة جثمينهم ومن هم في سجون الاحتلال الذين يقدر عددهم ب6000 أسير وأسيرة. بالرغم من معوقات الاحتلال وسياسته العنصرية، إلا أن الفلسطينيين استقبلوا عيد الفطر السعيد بالفرحة والابتسامة. فمن هنا، من أرض فلسطين، نقول لكم كل عام وأنتم بخير. رائد الشريف الغاد، فلسطين.